مبشر فنان تشكيلي حاصل على شهادة الاختصاص بالجراحة التقويمية والتجميلية في بريطانيا سنة 1972. خاض تجربته الفنية الأولى برسم اللوحات الانطباعية في خمسينيات القرن العشرين، ثم تغير الأسلوب الفني تدريجيا. في نهاية الستينيات ليعانق الميتافيزيقية، وهي أحد المدارس التي تعتني بالرموز في داخل اللوحة، وفيها نوع من كآبة خاص. وكانت أعماله قريبة جدا من أعمال سلفادور دالي. أعماله تسعى إلى نوع من الكشف للوجود الحقيقي للبشر والأشياء من خلال التمثيل والخيال، وجودة الالتقاط لذلك التفرد الكائن في مواضيع الحياة. وهو يعود كأسلوب للمدرسة ما قبل السريالية، تحديدا المدرسة الميتافيزيقية، لكن أعماله توحي للمشاهد بأنها تنتمي للسريالية. شكل السيد علاء بشير متميز قريب من أعماله وغريب، يشبه ذلك الكاركتر الذي رسمه مونيك أو إدوارد مونيش الألماني في لوحة كآبة عام 1899. والغريب أن كثير من أعمال علاء بشير تشبه لوحة الصرخة للسيد مونيك، أو معظم أعمال مونيك فيها صرخة، ومعظم أعمال علاء بشير فيها صرخة أيضا. ربما تجمعهم الحرب ونفس الفكر الذي يتجدد داخل الإنسان من الألم بحيث يفرز هذا الشكل. أبرز ما تخصص به في مجال الطب هو إعادة الأطراف المبتورة. منذ بداية ثمانينات القرن العشرين ذاع صيت علاء بشير بشكل كبير جدا، بعد أن أجرى عملية جراحية لإعادة كف مبتور. كذلك ساهم بمعالجة المتضررين من حروق وتشوهات الحرب العراقية الإيرانية، وامتدت بعد ذلك إلى الحروب متواصلة كان دائما هو فيها الطبيب التجميلي. أسلوبه الميتافيزيقي، ميزاته التطهيرية وخلوه من التنميق، مصورا بذلك نوعا من التكوينات الطبيعية الصامتة التي تبعث في النفس إحساس بالسكينة والعزلة المخيفة لشخصياته. إن أسلوبه يصور الأشياء التي لا تخضع لقوانين الطبيعة أو يمكن التعبير عنها مجازيا بأنها أشياء تتجاوز حدود الطبيعة إلى ما وراء الطبيعة. يجلس السيد علاء بشير ساعات بل أيام قبل أن يبدأ في أي عمل فني، يعيش، يرتب، ينسق المشهد، ثم يغير، ثم يشعر أنه التقى مع فكرته، ومرة أخرى يلغي ما رسمه إلى أن يصل إلى غايته في كل مكون جديد. وربما قام تغيير التفاصيل، فالتباين في الأحجام والأشكال مهم في التكوينات العامة لأي لوحة لديه. يهتم جدا بالوزن، وهو علاقة الفراغ في الشكل والتركيب بين المساحات في العمل الواحد. لقد بحث في ظواهر العالم بطريقة عقلية، ومزج العقل بالعاطفة، وأبدع تجمع بين المختلف والمؤتلف من الأخيرة الفكرية والظواهر الطبيعية ومفاهيم جديدة عن المادة وتركيبها، فضلا عما توصل إليه علماء النفس في تحليل التكوين الذاتي للإنسان، واكتشف العقل الباطن ودراسة طبيعة السلوك للجهاز العصبي للإنسان. وأثر كل ذلك على سلوكه الفني ونظرته للطبيعة والوجود الإنساني. ويعتمد اللاوعي في أعماله، فإنها مرتبطة جذريا بوجود الواقعي بصورة عامة، وأن يتحول الفن في حقول متعددة إلى أعمال ما ورائية تتحول إلى رموز تقع خلف الوعي أو في مجال الأحلام باسم الحداثة. هذا ما تدل عليه أعمال علاء بشير، الذي فقد الصلة الطبيعية مع الأشياء والمجتمع بسبب الحرب والحصار ووحشية الحياة، واعتمد فلسفة ميتافيزيقية في تحليل الواقع كما يقع خلف الأشياء، واقع بلا حدود وبلا زمن. رموزه تتجاوز بعدها الرمزي المتواضع عليه من أجل تجسيد رؤيته تجاه العالم المحيط به.
برؤى روحية خيالية ميتافيزيقية بعيدة عن الواقع. تميز رسومه بالفضاء الواسع وتسليط الضوء على أشكال غير واقعية متواجدة مع أجسام واقعية. قد تداخل بانسجام موضوعي بعض الرموز المادية الصغيرة مع التكوينات الرئيسية الغير حقيقية، مع تباين لوني كالخطوط وكخطوط مستقيمة متقاطعة تتجاور مع الشكل المحوري. في اللوحة هناك ثيمات تتكرر مهمة لدي مما يشكل الأزمة، أي أزمة الإنسان في اللوحة. هذه المواضيع أو هذه الرموز هي عناصر غريبة كالغراب ودلالته الفلسفية، عنصر المفتاح الرمزي، حجمية شكل الكرسي، جسد الإنسان، وبعد الفلسفي داخل اللوحة. إن معظم الأشكال في لوحات علاء بشير تتكون من سطوح ملساء أو نسيج ناعم الملس. الفنان علاء بشير يجعلك تحس بالضوء تماما، لكنه لا يضيء المكان عبر هذا الضوء ولا يغيبه. والبشر في لوحات علاء بشير منشغلين بأنفسهم. الأعمال النحتية. في مطلع عام 1990 ابتدأ الحصار، ومعه ابتدأ الرسام علاء بشير بتجربة غريبة وجديدة وهي النحت على الطين. استخدمه لتجسيد مظاهر ميتافيزيقية قريبة للإدراك الحسي فيه. لقد اتسمت الأعمال النحتية بإظهار بعض التفاصيل التشريحية من جسم الإنسان مع استخدام أسلوب مبالغة في استعراض وضعيتها. وهناك عمل نحتي أضاف له شظية من قذيفة مخلفات الحب، أحب الطين لمرونته ولتسييد أفكاره بشكل سريالي بحرية، ليكشف بذلك عن الآلام ومعاناة الإنسان التي يتعذر على جراح التقويم أن يفسرها أو يعالجها. فلهذا ستتجلى في بعض الهيئات المشوهة في وضعيات واقعية. أقام أول معرض له للنحت على الطين الفخار سنة 1992 الذي أسماه أفكار من تراب، والذي ضم قطعا نحتية عديدة. في عام 2000 تم اختيار أحد الأعمال النحتية نموذجا لإنشاء نصب كبير في غرب العاصمة بغداد ويدعى نصب اللقاء. يتمثل نحت اللقاء بكتلتين حجريتين مستطيلتين متسقتين تحيان بالعناق، ممثلا عناق المرأة والرجل. في شباط سنة 2010 تم تهديم النصب بعد إصدار ديوان الرئاسة العراقي الحديث قانون بتهديم النصب والتماثيل المشيدة قبل الاحتلال لعام 2003، وهي تقريبا كارثة فكرية بإهدار عمل كلف ملايين الدولارات بشكل سفيه من أجل التوجهات الدينية التي تؤمن بعدمية التمثال ومخالفته لله، رغم أن في كتابات الأزرقي ذكر أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما دخل لمكة رفع معظم التماثيل ومعظم اللوحات إلا لوحتين وعدة تماثيل، كانت تمثالين السيدة العذراء، أحدهما السيدة العذراء بشكلها العادي تقف، والثاني كان السيدة العذراء باللون الأسود تحمل الطفل يسوع. وهناك أعمدة فنية منحوتة بنحت بارز أيضا تركها، كان أحد التماثيل هو تمثال لسالومي وهي تحمل رأس يوحنا المعمدان، وتمثال آخر ليسوع، ولوحتين أحدهما كانت لآدم وحواء عاريين يحملان تفاحة، أخرى لنوح يحمل في سفينته الحيوان. إن من الأعمال النحتية الأخرى هو الصرخة التي تمثل حالة ملجأ العملية أثناء حرب الخليج الثانية في شباط 1991. ربما نجد أنها تشبه الصرخة لمونيك ولكن بشكل آخر. إذا تعرض ذلك الملجأ للقصف ما أدى بحياة جميع المدنيين في داخله، وقد تم بناء النصب في سنة 2002 قرب موقع الملجأ. يتمثل هذا العمل النحتي بإظهار رأس إنسان من بين قوالب حجرية متينة محيطة به، وبشرة الوجه مشدودة بإفراط قاس مع معالم سطحية متوترة كثيرة الظلال. أما تكوين الفم فيوحي بصرخة متصلبة أزلية. إن المشهد الكلي
لهذا العمل النحتي يثير الرعب في النفس ويحرك المشاعر نحو مدى العسر الذي مر به الشعب العراقي آنذاك ومرارة محنة شعب مستمرة. بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية بتاريخ 8/8/1988 وبتاريخ 2 أغسطس 1990 تحولت دفة الصراع وتم احتلال الكويت من قبل صدام حسين. وبعد هذه الكارثة فرض حصارا اقتصاديا على العراق رفض ذلك اهتزاز عميق في بيئة المجتمع والاقتصاد عن طريق حصار دولي أدى إلى حرمان الإنسان العراقي من مواد أولية للاستمرار في الحياة والوسائل التكنولوجية التي فيما بعد أدت إلى انتشار الأمية وارتفاع نسبة الوفيات المفاجئة مما أسمته الأمم المتحدة بالإعدام الوطني. دام الاحتلال العراقي للكويت 7 أشهر وبذلك أصدر القرار الدولي عن الأمم المتحدة رقم 661 يوم 13 أغسطس 1990 نتيجة لتحدي المجتمع الدولي وانتهى بتاريخ 26 فبراير 1991. إنها قطيعة أحدثت اهتزازا عميقا في بنية الفن وخلاصة القول إن العزلة كانت مندودا إيجابيا في حقل الفن في مخرج جيل جديد وأسلوب جديد. وباختصار إن هذه الحقبة تعد حقبة ولادة تتأرجح بين ما هو سائد سياسة الخوف وبين ما هو مرئي في النجوع إلى تحقيق الوجود. فكان أنسادة أيديولوجيات غير معلنة هي الرفض ليس في المفاهيم وحسب بل في طريقة التمثيل الفني والرغبة في التحديث وإنزال عقاب بالماضي والحاضر معه. إنه السبب من كافة الالتزامات والأيديولوجيات والأشياء الساسولوجية التي عاشها المجتمع في ذلك الوقت وظهر جليا في العتبات والمقدمات والتسميات. لقد عمل علاء بشير معرض اسمه محنة الإنسان مجسدا اسم الفنان الخاص بسلسلة من المعارض أفكار التراب وروح العصر. إن معرض علاء بشير اسمه مأخوذ من قصيدة يوسف الصار وهو أمر يحيل إلى رؤية الشروط الخاصة والصلة الموجودة بين المرئي المتمثل هنا مفردات المعرض وغير المرئي المتمثل بكلمات القصيدة. وأشار في أعماله إلى وجود صراع الإنسان يجب أن يدرك أن هناك صراع ويجب أن يحاول أن يجتاز هذا الامتحان. أهم رموز علاء بشير الغريبة جدا هي الغراب حيث قال إن سبب اهتمامي بالغراب في عام 1957 وأنا عائد من الكلية عصرا رأيت أطفال يسحلون غرابا ميتا. هذا المنظر بقي في ذاكرتي يحرضني أن أعرف لماذا اختار الله تعالى الغراب أن يعلم الإنسان وهو يدفن أخيه ولماذا يكون هو الشاهد لأول جريمة للإنسان. وعندما شاهد دلة الأمير عبد الإله ورئيس وزراء نور السعيد تسحب من قبل الناس في شوارع بغداد أدركت أن الذي تغير هو الغراب فقط. فالإنسان الذي كان يسحل غراب الآن يسحل إنسانا آخر. منذ ذلك اللحظة أصبح الغراب شاهدا وحيدا وصادقا في كل أعمالي الفنية. السيد علاء بشير هو لغز بحد ذاته ومما أثار ضجة كبيرة حوله حتى في المجتمع الأوروبي مذكراته وكلامه الكثير عن صدام حسين حيث كان هو الطبيب الخاص التجميلي لصدام حسين. هذا الشخص هو لغز بحد ذاته أفكاره رسومه لوحاته وعلاقاته الشخصية. علاء بشير الآن خارج العراق يخاف من الحوادث التي ترتكب داخل العراق من اختطاف وغيره غير التهديدات التي أصبحت في حقه فهرب وخير شاهد تحطيم تمثال له ونصب عظيم ربما يرمز به العراق للأسف بسبب تخلف النظام السياسي عقليا أدى إلى رفع كثير من التماثيل الفنية الرائعة وهذا بسبب انتمائهم لأحزاب سياسية دينية تحمل الطابع الديني. هنا أزمة أخرى أزمة عصر جديد
عندما ذهب صدام تخيل أن الوضع سوف يصفى إلى طريق آخر، هو أن الحياة بلا صدام، بلا موت، بلا سوء. ذهب صدام وجاء صلاديم، إنها مشكلة الشرق الأوسط اليوم، يعيشها الإنسان وعاشها مسبقا، فتجارب علاء بشير هي تطبق البارح واليوم وغدا. أشكركم الاستماع، أهلا بكم من كل مكان في العالم مع قصي طارق لشخصية عراقية جديدة. أهلا بكم ومرحبا، أتمنى أن استمتعتم بهذا العمل القصير والفيديو البسيط. I'm going to go to the hospital.